أهلا لبنى، أولى فقراتنا عن جائزة لفن الكاريكاتير وتشجيع الرسوم الساخرة. فمع تراجع هامش الحريات لرسامي الكاريكاتير في المنطقة وأزاء هذا الواقع، تم إطلاق جائزة جديدة لفن الكاريكاتير والروايات التصويرية، وهي جائزة محمود كحيل. مصطفى عاصي والتفاصيل. منذ مطلع التسعينات وأنطوان غانم يرسم الكاريكاتير، الرجل الذي عمل في صحف لبنانية عدة آخرها جريدة الجمهورية، يأسف لتراجع هذا الفن في الدول العربية. رسم الكاريكاتير بالمنطقة العربية تعرض كثير لمشاكل، رسامين الكاريكاتير في منهم اعتدي عليهم كثير. برأي غانم ليست فقط حرية التعبير ما تتراجع، بل عدد رسامي الكاريكاتير. أعطي مثل بلبنان، نحن 4 ملايين نسمة، نحن 4 رسامين أو 5 رسامين، يعني النسبة عم نحكي 1 على مليون رسام كاريكاتير. من هنا يرحب أنطوان غانم بجائزة محمود كحيل، والأخير هو أحد أبرز رسامي الكاريكاتير العرب. هذه الجائزة أهميتها معنويا كثير، لأنه نحن عايشين بعصر إذا عم نحكي صحافي مش بكثير حرية التعبير. أرمان حمصي رسام الكاريكاتير في جريدة النهار اللبنانية يتوافق بالرأي مع أنطوان غانم، كلاهما شاركا في حفل إطلاق الجائزة في الجامعة الأمريكية في بيروت. شغلة كتير مهمة أن يكون في جائزة للكاريكاتير بالعالم العربي، شغلة مهمة كتير، لأن الفنانين الجديد كتير كتير مهم أنه يبينوا، كتير مهم أنه نشجع هذا الفن الكاريكاتير. جائزة تأتي بمبادرة من رجل الأعمال معتز الصواف وزوجته رادا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت. بالعالم الأمريكاني والأوروبي في جوائز كبيرة بيعطوا أهمية كتير للكارتونز والكوميكس، ومحمود كحيل شخصية مهمة جدا بالتاريخ القديم، أنه نكرمه ونستعمله كانطلاقة لتشجيع الكوميكس والكارتونز بالبلدان العربية. هدف هذه الجائزة هو إبراز المواهب بالعالم العربي، مواهب الفن مش بس الكاريكاتوري، الفن الكوميكي، فن الجرافيكي، الإلستريشنز، الكوميك بوكس. الراحل محمود كحيل بدأ الرسم الساخر بداية الستينات، كان تنقل بين العديد من الصحف والمجلات العربية آخرها صحيفة الشرق الأوسط، قبل أن يرحل عام 2003. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي، بيروت. ويتوقع من هذه الجائزة أن توسع قاعدة الاهتمام بهذه الفنون، خصوصا لدى الرسامين الشباب المهتمين بالكاريكاتير السياسي وبالروايات التصويرية. مشاهدينا، عن المنوعات نتابع مع فاتن في هذه الساعة من اليوم أفلام صيف 2015 في مصر،